موبينج. برعاية ليمورال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة برنامج بكل جراءة، حلقة الاثنين النهاردة. بعتذر جدا على التأخير، حقكم عليا أنا آسف. وطبعا أنا عارف إن احنا مسهرينكم، ولكن خلينا نقول احنا المحبين بنستناكم وبتستنونا، فمعلش النهاردة اتأخرت عليكم. معايا في بداية حلقتنا النهاردة تهنئة أرجوكم لو تعرضوها لنا، عريس وعروسة برضو نقول لهم مبروك رغم ان احنا متأخرين، بس حقهم علينا يعني. فلو تسمحوا لنا نعرض الصورة لو جاهزة معاكم. لو حابين تشاركونا النهاردة تقدروا تتصلوا على الارقام اللي موجودة على الشاشة. النهاردة بنقول مبروك من القلب العروسين، نتمنى لهم حياة سعيدة، والتهنئة دي من خاله احمد بدر وخالته ام هدير، وان شاء الله نشوفكم في احسن حال ودائما سعداء. معانا كمان مجموعة من المشاكل والاستغاثات هنتكلم عنها برضو في حلقتنا النهاردة. اللي حابب يشاركنا او يتصل بينا يعمل كده ببساطة. خلينا اقول لحضراتكم التعليم والفصل الدراسي الثاني وبعض المدارس فيهم برضو مشكلات وجاري حلها وجاري الكلام عنها في القاهرة وفي الاسكندرية. ونهاردة موضوع حلقتنا هيبقى خاص بالتعليم شويتين. بشرفني يكون معايا النهارده ضيفي المحترم المجتهد الاستاذ سمير جاد الرب، مدير عام اداره الخصوص التعليميه، وطبعا كان مدير اداره اليوب التعليميه وكمان القناطر وسفير السلام والنوايا الحسنه. برحب بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا. وكمان بيشرفني الاستاذ محمد رضوان، عضو مجلس امناء الخصوص. اهلا بيك. اهلا بيك. عايزين النهارده نعرف منكم تفاصيل كتير، وكمان هيبقى عندي مشكله في اسكندريه، مدرسه في اسكندريه اسمها فيكتوريا كوليدج، دي مدرسه كبيره جدا تخرج منها نجوم المجتمع ورؤساء دول، وتخرج منها اعلاميين كبار، عمر الشريف وعمرو اديب والملك حسين، وعالم كبير قوي اتخرج من المدرسه المحترمه دي هنتكلم عنها النهارده. بس اسمحوا لي في البدايه يعني ارحب بحضرتك وابتدي من خلال حضرتك استاذ سمير. حضرتك استلمت إدارة الخصوص التعليمية قبل بدء الدراسة بيومين، وأنا كان لي لقاء معك وتصورت أن حضرتك لن تنجح، أنا آسف يعني لن تنجح في هذه التجربة، لأن اللي أنا عارفه أن أنا عشان أبقى مدير إدارة تعليمية في الخصوص لازم قبلها بشهرين ثلاثة أعرف مدارسي أعرف مدرسيني، فأنا كان إحساسي أن حضرتك لن تنجح، ولكن كان في ضربات استباقية منك وكان في تطوير مهم وعايز أعرفه من ساعتها. اولا انا بشكر سعادتك وعلى البرنامج الجميل، وبشكر قصة البرنامج، وخليني في البداية اقول للمصريين كلهم كل سنة وحضرتك طيبين، وبقول للتربية والتعليم دايما في تقدم وازدهار. الحقيقة انا دخلت ادارة الخصوص التعليمية قبل بدء الدراسة تقريبا ب 24 ساعة تقريبا، كان يوم الحد الدراسة، وانا كنت هناك يوم الاربع لان بعد منها كان اجازة على طول، لكن يوم الخميس. احنا كمديرين ادارات وكمدرب في الهيئه القوميه لجوده التعليم وكراجل صاحب خبره من حوالي 37 سنه في التربيه والتعليم، لما رحت لاداره الخصوص التعليميه كان يعني في فتره يمكن حضرتك وانا عشتها فتره يعني نفسيا مش مؤهل، لكن بحكم ان انا لقيت في مجموعه هناك من اهالي الخصوص، الناس المحترمه اللي بيحبوا بلادهم قوي قوي قوي، وانا بكن لهم كل احترام وتقدير جدا جدا جدا، بحكم خبرتي وخلال الاسبوع اللي قعدته الاولاني استدعيت بقى كل ما هو يعني بخبراتي السابقه من 37 سنه واشتغلت في 6 ادارات تعليميه. خلي بال حضرتك ان الاداره دي فن، الاداره دي فن فن وسعه افق والتحمل والعمل تحت ضغط، واحنا ناس فلاحين بنصلي الفجر ونخرج بره على طول، فكان لازم ان احنا نتقابل مع مجموعه بنشتغل على 3 محاور. المحور الاولاني ان انا بشتغل اصلا مع مجلس امناء الاداره. تاني حاجه بشتغل مع نقيب المعلمين، نقابه المعلمين نفسها. تالت حاجه بشتغل بشغل المشاركه المجتمعيه. فكان لازم احدد اولا
ايه مشاكل الاداره اللي انا فيها، مشاكلها ايه عشان اقدر احدد همشي ازاي. طيب اسمح لي بس نقف عند النقطه دي لغايه ما استقبل بس مداخله تليفونيه. بيشرفني بالاتصال السيد المحترم وكيل وزاره التموين السيد هشام كامل. برحب بحضرتك يا فندم. الو استاذ هشام. اهلا وسهلا يا فندم. اسمح لنا بس توطي التلفزيون وكلمنا من خلال التليفون وبرحب بحضرتك. استاذ هشام حضرتك وكيل وزاره التموين، وخلينا اقول لحضرتك انا ببقى عايز اعرف معلومات اكتر، محتاجين نعرف الجديد عن البطاقات التموينيه، فبسمح لنا بس نقول مبدئيا حضرتك راجل قوي جدا، جريء جدا، عندك الاستعداد تشرح الموقف بكل جراءه زي ما بنقول، فبس عايز اطمن مشاهدينا هل يا ترى احنا قربنا نستلم البطاقات التموينيه ولا لسه؟ ان شاء الله طبعا. ممكن بس حضرتك نرفع الصوت شويه عشان انا مش سامع صوتك واضح. انا كنت عايز اعرف من سيادتك يا فندم البطاقات التموينيه كده، احكي لي قربنا نستلمها ولا لسه عشان اهالينا بيسالوا كتير. هو ان شاء الله الحمد لله احنا اطلقنا. معايا يا فندم؟ مع سيادتك يا فندم. ان شاء الله احنا اطلقنا منظومه ان شاء الله استخراج البطاقات التموينيه بدل فائد وبدل تالف، ودي اللي بيعاني منها كل مواطن علشان يقدر يحصل على سلعه تموينيه، ودي حاجة أساسية طبعا اللي هي الخبز والسلع التموينية. فالنهاردة الحمد لله احنا أطلقنا من أول شهر يناير المنظومة. المنظومة حقيقة يعني فعلا بتحتاج كم كبير من العمل التقني اللي هو لازم حضرتك خد وقت شوية. النهاردة لازم كل مكاتب الجمهورية بيتم الاتصال بشبكات على اساس ان بيحصل في شبكه متكامله ما بين مكتب التموين اللي بيستقبل الطلب بتاع المواطن والمديريه والوزاره، لان احنا خلاص لغينا الدوره المستنديه اللي هي بالاوراق، وبيتم دلوقتي حضرتك انا بخش على شاشه المكتب اسحب الطلبات بتاعته وراجعها، والوزاره بتخش على الشاشه بتاعتي تسحب الطلبات برضه وتراجعها، وبعدين بعد كده كله بيروح على قاعده البيانات الاساسيه اللي هي في الانتاج الحربي والرقابه الاداريه اللي هم برضه كمان بيحاسبوها. فالنهارده الحمد لله يعني انا وصلتني بشاير، والنهارده كانت الاستاذه نور عندي ووريتني على الموبايل بتاعها اول بشاير الخير، ومجموعه كبيره من المواطنين ان فعلا وصلت لهم رسائل ان فعلا تم تسجيل الطلبات وان شاء الله جاري الاستخراج. يعني العمليه بس بتحتاج دقه شويه عشان نقدر ان شاء الله هنستقبل، انما المنظومه هي احنا اتاخرنا شويه في المواعيد، انما ان شاء الله في بشاير خير وهتنتظم ان شاء الله. طيب انا اسمح لي الكلام في مداخله تليفونيه مش هيكفيني الكلام في مشكله التموين. حضرتك مدعو يوم الاثنين القادم يعني على دعوه في برنامج بكل جراءه، حضرتك شرفنا تقول لنا الجديد، تقول لنا ازاي نسجل بيانات، ازاي نضيف، ازاي نشيل، ازاي ناخد نقاط الخبز، هناخد الخبز بتاعنا ازاي، ازاي اعمل بطاقه تموينيه من الاول. هتيجي تجاوبنا وبكل جراءه، هتقول لنا معلومات من مصدرها، هتقول لنا ازاي المواطن يحصل على البطاقه التموينيه، وتطمن اهالينا اللي بقى لهم 3 و4 و5 ويمكن سنه كامله ما صرفوش تموين. فحضرتك تشرفني يوم الاثنين الجاي لو يناسب سيادتك، فنبقى سعداء جدا ان شاء الله يا فندم. يشرفني طبعا. طيب خلاص حضرتك ضيف ان شاء الله يوم الاثنين الجاي. كل بشكرك جدا السيد هشام كامل وكيل وزاره التموين، وبقول لكل مشاهدينا اللي عنده سؤال، اللي حابب يبعت رساله او يتصل او يبعت شكوته لوكيل وزاره التموين على الهواء، هنفتح الاتصالات يوم الاثنين اللي جاي، هنتكلم وبكل جراءه في الموضوع ده، وانا شايف ان الموضوع مهم جدا، ودائما وابدا ببحث عن كل ما يهم المواطن. كنا مع سيادتك وانا اسف للمقاطعه يعني، خلينا ناخد كلام اسرع كلام اقوى في فكرة. حضرتك عارف ان الخصوص كانت منطقة ملغمة بالمشاكل، ورغم ذلك ما رحتش قلت انا هعمل مدير ادارة تعليمية اقعد في مكتبي وتدار الامور كما تدار في السابق، ولكن اشتغلت وطورت وعملت افكار. عايز اعرف اول ضربة استباقية عملتها في ادارة الخصوص. هو الحقيقة الاول ضربة استباقية كانت ان احنا بعد معرفة المشاكل بتاعة الادارة ككل من الناس المقربين من مجلس امناء ومن الناس اللي هم اصحاب الفكر الراقي في ادارة الخصوص التعليمية او من اهالي المشاكل المجتمعية بتوع البلد، بدأت احدد خطواتي اعمل ايه. فكان الهدف الاصلي ان انا اعمل اعادة هيكلة للموظفين في داخل الادارة بجميع المتابعة ومديرين المراحل وما الى ذلك، لان اذا حصل الكلام ده
في داخل منظومة الإدارة التعليمية هيحصل الكلام ده في داخل المدرسة. لكن لظروف معينة اضطرتنا ان احنا بعد المتابعة السريعة، لان انا ما بقعدش، انا بتحرك كتير جدا في داخل الإدارة، اكتشفت ان في قيادات في داخل المدارس ضعيفة جدا، ضعيفة. مديرين مدارس، مديرين مدارس ضعيفة، بمعنى ان هو ما يقدرش يدير مدرسة، هو حتى كمان ما يقدرش يدير فكره نفسه، ما يقدرش. وده رجعته تاني اعدادي بقى ولا عملت فيه ايه؟ يعني هو كامكانيات ضعيفه، طب عملت فيه ايه؟ كانت النتيجه حضرتك ان احنا عملنا حاجتين، ان احنا الراجل هذا الرجل الضعيف اداريا، ان احنا خلناه مدرس، رجعناه مدرس تاني، واستعنا بمجموعه المدرسين صاحب الفكر الراقي وعملناهم قيادات بتكليف معين. طب وتعرفت منين يا فندم ان هم اصحاب الفكر الراقي؟ حضرتك جاي قبل الدراسه بيومين، ازاي قدرت خلال الفتره ودي كانت البدايه انك تشيل مدير مدرسه تحوله لمدرس وتجيب مدرس، فجاه انت بقيت مدير مدرسه؟ الخطوه دي خطوه خطيره جدا، عملتها ازاي؟ اما انا بقول لي معليك ان انا ايه بتحرك بسرعه من خلال متابعاتي ومن خلال الراي اللي استعنت بيهم، كونت فكره سريعه وقعدت مع مديرين المدارس وعملت معاهم لقاء سريع مره واثنين وثلاثه في خلال 15 يوم، قعدت معاهم واستعنت بيهم وادرست افكارهم وشفت شغلهم. فكان لازم اقدر احدد بخبرتي 37 سنه اللي شغال في التربيه والتعليم واشتغلت في 6 ادارات تعليميه، اعرف القيادي شكله ايه، فاضطريت ان انا اشيله اغيره واجيب من هو اقوى منه اداريا. طيب خليني بقى اقف عند النقطه دي واسال السيد المحترم محمد رضوان عضو مجلس الامناء، وطبعا اداره الخصوص التعليميه دي وانت عضو مجلس امناء دي شغلانه كبيره جدا، اعتقد محتاجه مجهود ضخم جدا. قول يا فندم انتوا كان ايه دوركم وقت ما السيد سمير جاد الرب قدر ياخد خطوات لها علاقه بنقل مدرسين من اماكنها، نقل مديرين مدارس ضعفه، كان ايه دوركم؟ هو قبل اي شيء الاستاذ سمير دايما كان بياخد الفكره بس يطرحها علينا كمجلس امناء، بياخد اراء الجميع، كل اللي حواليه، من امن الاداره، من إدارة المتابعة اللي لها كل الشكر على شغلها، بياخد رأيكم، بياخد الآراء، وفي الآخر بياخد القرار بناء عن، يعتبر يعني هو يعني في الجزء بتاع القرار ده ديمقراطي جدا، لكن في الآخر برضه بيقنعنا برأيه وبنضطر إن احنا نوافق، لأنه يعني بيبقى شايف برضه أبعاد بيوضحها. يعني انتوا في الاخر بتقولوا رايكم فهو يقنعكم برايه؟ لا، ممكن مثلا كلامه. ممكن الاغلبيه مثلا خدت قرار ان الاستاذ فلان ده قادر على كذا، فهو بيجيب لنا التقارير الفنيه، لان احنا ملناش دخل في الجانب الفني في المدارس، ولا بنقدر نطلع على اوراق او متابعات او حاجات. دوركم ايه فهم؟ احنا دورنا الرؤيه العامه، شكوى جايه من ولي امر مثلا ضد الاستاذ سمير جاد، بنروح نتحقق منها، بنشوفها، بنراضي ولي الامر، بنشوف مشكله الطالب مع المدرسه ايه، بنوصل المواطن نفسه بمدير الاداره. وكان اهم حاجه انا ركزت فيها عن نفسي واستاذ الزملاء في مجلس الامناء، ان احنا نعيد الثقه ما بين ولي الامر او البيت بمعنى اصح، سواء ولي امر او ولي امر او ابناء طلاب وتلاميذ واطفال صغيرين في كيجيهات بالسيد مدير الاداره. ده هو قاعد معانا فبتقول كده؟ لا، ده حصل بالفعل، وطبعا الساده المشاهدين متابعين وشايفين. في بنت جت في مشكله صغيره كده، طبعا واقفه بره، فلمحتها خير، قالت حصل كذا 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 كذا، فقلت لها لا يا بنتي اتفضلي ولي امرها معاه، خش لمدير الاداره احكي له مشكلتك على طول. فانا اتفاجئت بمدير عام الاداره بيقول للبنت، كانت في رابعه ابتدائي، اتفضلي اقعدي، اتفضلي يا مدام اقعدي. هو ده كان غريب عليك يعني اقعدي دي؟ ده غريب اساسا ان انت بتتعاملوا مع مساجين ولا لا؟ يا ريت. غريب ان انت تخشي مكتب مدير مدرسه، مش مكتب مدير اداره او مدير عام اداره. ده عندكم في الخصوص كده؟ للاسف في مناطق كتير، انا مش هتكلم عن مناطق ثانيه، احنا خلينا في الخصوص، اهم حاجه النهارده. الخصوص عندكم كان اولياء الامور، مفيش علاقه بين ولي الامر او البيت باي ناحيه اداريه، العلاقه ما بين المدرس او كتله في قلب المدرسه وولي الامر لاستنزاف ولي الامر. وده كان حقيقي في استنزاف؟ كان حقيقي لسنوات طويله جدا. وكان من الصعب طبعا ان الاستاذ سمير يخبط الشلاليه دي او يقتحم الشلاليه دي فيطلع الناس اللي بتدي دروس. هو اقتحم، ما كانش يقدر ان هو. انا بس مش عايز المس، انا مش عايز المس بس انا استاذ المشاهدين، ان حضرتك طول الوقت بتجامل استاذ سمير.
ده يعني واقع. اصل ما فيش انسان كامل يعني في الاخر. انا محمد سامي هو عنده اخطاء ليه طبعا ليه وعلي وعنده علي يعني. عنده خطا كبير جدا جدا لا يمكن ان احنا نغفر له. هنعرفه بعد ما نتكلم عن مشكله فيكتوريا كوليدج. اسمح لنا يا استاذ سمير في فيديو معانا زي ما قلت لحضراتكم قبل ما نعرض الفيديو هوريكم صور مدرسه جميله قوي في اسكندريه اسمها فيكتوريا كوليدج. دي مدرسه ولاد, مدرسة عريقة جدا 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 في اسكندرية, وزي ما قلت لحضراتكم نجوم المجتمع ونجوم. بصوا شكلها عامل ازاي لو الصورة شايفينها حاجة يعني تحس ان انتوا قدام حاجة ضخمة جدا يعني قلعة, حاجة عظيمة جدا جدا جدا. دي الصور اللي موجودة او اللي شفناها على السوشيال ميديا والانترنت, حاجة فظيعة زي ما انتوا شايفين, حاجة قمر يعني. اتمنى اخد رحلة فيها كده اتمشى مش ادرس فيها. اعرضوا لي بقى فيديو جالي من احد اولياء الامور او اولياء الامور منهارين جدا من الفيديو اللي هعرضه. شفتوا الشكل ده من بره, من جوه متخيلين يبقى الموضوع عامل ازاي؟ هوريكم ده في الفيديو. تعال نشوف الفيديو ونرجع نكمل. انا من وجهة نظري المنظر اللي انا شفته ده هو مش حاجة تانية غير بنتكلم عن صرف صحي, بنتكلم عن دورة مياه تعليمية مش مدرسة تعليمية, لان ما مش المفروض طالب في مدرسة فيكتوريا كوليدج بالسمعة دي في الاخر بيتعلم وسط المياه وسط القمامة وماشيين يتخطوا وكانهم بيتخطوا حواجز مياه يعني. ما اعرفش ده لو مقشة ومسحة خلت المكان ده زي الفل. مدير المدرسة ولا مديرة المدرسة فين من ده؟ هناخد بس اتصال من احد اولياء الامور. مدام منال اهلا بك. مدام منال اهلا بحضرتك اتفضلي. ايوه فندم. حضرتك احنا شفنا فيديو كده ده مفروض امبارح او اول امبارح تحديدا يعني بداية العام الدراسي للتاني وقمامة ومية وحاجة فظيعة جدا, ده حقيقي الكلام ده ولا ايه؟ والله حضرتك احنا المدرسين كانوا في منتهى الادب والاحترام, والمدرسين بيتعاملوا مع الطلبه على انهم ولادهم, بس هم مهدور حقهم. وطلعوا اجازه نص السنه للمدير علشان تتكلم معاهم, بترفض تكلمهم وبترفض تقابلهم, وحكوا لنا واشتكوا لنا كذا مره. تاني حاجه اول يوم في الدراسه اللي هو وكيل القسم مستر حسام مراد طلع لها وقال لها المدرسين عايزين يقابلوكي لان الحوافز اتاخرت عليهم ولان انت ما بتكلميهمش وان انت ما بتعمليهمش اجتماع وانه ما بتديهمش مرتباتهم. رفضت تقابلهم, قالوا لها قالت له طيب ان هم يتكلموا في نص النهار على البريك. وقفوا لها طلعوا ليها للمكتب, ما رضيتش برضه تكلمهم. لا بس حضرتك برضه حضرتك بتكلميني عن مدرسين, انا ماليش علاقه بقى بالمدرسين وخلافاتهم مع المديره. انا ليا علاقه ان انا عندي اطفال رايحين يتعلموا في جو لا يصلح للتعليم, فحضرتك كلميني عن النقطه دي. الولاد لما المدرسين النظره المدير العام الكليه رفضت تقابلهم, جاء الوكيل رئيس مجلس الاداره عشان يتكلم معاهم, وطبعا ما حدش اهتم بالولاد والبريك طولت
والولاد طبعا الميه ديت هي نتيج ان هم كانوا بيلعبوا بالميه في التويلت وبيرموها على بعض ويرشوها على بعض. طبعا ده اهمال من وكيل القسم، من المدرسين، من مديره المدرسه. يعني الميه دي الولاد عملوا كده؟ كانوا بيرشوا بيجيبوا ردا على ان المدرسين سابوا الفصول وراحوا يتكلموا في خلافاتهم مع المديره. كانت هي هم على حكاويهم هم ان هم طلعوا يتكلموا معاها رفضت تقابلهم. بعد كده اتكلموا معاها في البريك رفضت تنزل لهم من مكتبها غير لما يجي رئيس مجلس الاداره. لما جاء رئيس مجلس الاداره خدهم على المسرح وسابوا الكلاسز وسابوا الولاد وسابوا كل حاجه. يعني احنا هنا هنطلع بنتيجه اللي اتظلم في الحكايه دي في الاخر الولاد. ليه؟ الولاد طبعا لان المدرسين دوروا على مشاكلهم ومديره المدرسه ما رضتش ترد على مشاكلهم، فالولاد حولوا الفصول الى نزهه يلعبوا ويرشوا بعض بالميه ويغرقوا الميه. بشكرك جدا. عايز اقول لحضرتك كمان الولاد دي اتظلمت من اول الدراسه لان هم ما بيستلموش الكتب قروها علينا ما استلمناهاش، والولاد طبعا جايبين نتائج زي الزفت السنه دي نتيجه ان هم اهملوا استلام الكتب. ليه بقى؟ ليه اهملوا استلام الكتب؟ قعدوا شهر ونص تقريبا او شهرين ما استلموش الكتب. طب وانتوا كان ايه دوركم؟ لما كنا بنطلع لرئيس مجلس الاداره كان بيقول لنا ما فيش فلوس في المدرسه، ورغم كده بنشوف المدرسه بتتبيض القسم السنوي، ورغم كده بنشوف المدارس بيغير الابواب ونجيب بيبان حديد بدل البيبان الخشب. يعني بيهتم بمظاهر المدرسه وما بيهتمش بصحوه المدرسه وبمهمه الطالب وان هو يذاكر وان هو يجيب كتب وان هو يراعي المدرس. وصلت الرساله. بشكرك جدا جدا مدام منال، وخلينا اقول لحضراتكم برضو انا عندي مشكله كبيره ان انا في الاخر الطالب ده اتظلم فجاه، المدرسة الجميلة العريقة المحترمة اتحولت الى محل للنزاع ما بين مدير او رئيس مجلس ادارة المدرسة وما بين مدرسين قرروا يعني يوقفوا العملية التعليمية لغاية ما نشوف حقنا فين ومشكلتنا فين مع الادارة. ولو في خلل اول حد يسأل عن الخلل هي مديرة المدرسة او رئيسة مجلس الادارة، لان كان لا يصح تسيب مدرسين هيوصلوا للحالة دي، وكان لا يصح نخلي ولادنا يعيشوا اليوم ده ويحسوا ان هم في جو غير صالح للعملية التعليمية. معايا مين؟ طيب خليني لغاية ما يجمعونا الاتصال. انا النقط دي مهمة قوي هخليها عند سيادتك. اعتقد لو استاذ سمير كان موجود كان ليه اكشن تاني ضد الحكاية دي. وخلينا اقول برضو ان ما كانش ينفع ابدا 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 باي حال من الاحوال ان تفضل المشاكل معلقة. كان عندكم فرصة عظيمة خلال فترة الاجازة توجدوا حلول مع الادارة. معايا الاستاذة امل نور عندها نفس المشكلة في مدرسة او كلية فيكتوريا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اولا انا بشكر حضرتك جدا على برنامجك القوي اللي هو اساسا بيلقي الضوء على الفساد والاهمال اللي موجود في بلدنا. وكمان انا بشكر ضيوف حضرتك لان استاذ محمد رضوان قال نفس الكلام اللي لمسنا احنا كاولياء امور ما بنقدرش نوصل للاداره، وده كلام حقيقي طبعا 100%. لما بنحاول نوصل للاداره باي مشكله للولاد للاسف ما بنعرفش نوصل. يعني استاذ محمد لما قال ان ما نعرفش ندخل لمدير مدرسه ده حقيقي، مش عشان ادخل لمدير عام. ده طبعا صح 100%، انا بشكره طبعا على ده. لكن للاسف انا كولي امر، انا ابني في مدرسه فيكتوريا كوليدج. مدرسه فيكتوريا كوليدج دي مدرسه عريقه جدا كبيره جدا، وزي ما حضرتك قلت يا استاذ محمد اتخرج منها علماء المجتمع ومشاهير المجتمع. فطبعا مدرسه زي دي احنا مدخلين ولادنا بكل ثقه ان هي هيلاقوا تعليم كويس، هيلاقوا مكان لطيف جدا يتعلموا فيه. وكمان المدرسه مصروفاتها مش قليله علشان ان احنا المدرسه تبقى بالشكل ده. وسوري زي ما حضرتك قلت المدرسين يهتموا بمشاكلهم الشخصيه سيبوا الولاد. وعلى فكره دي مش ميه رشينها على بعض ابدا، استحاله يبقى في ميه تترش يبقى بكل المبنى ده اللي حضرتك شفته. انا متخيل كده برضو ما ينفعش ده الا اذا ان هم ماسكين خراطيم وكل واحد فتح المحبس بتاع خرطومه فحولوها لكده. بالظبط الميه مليانه بطريقه وحشه جدا، وسوري ميه بطينه، ميه مجاري، كل الكلاسات ومليانه ورق زباله ومليانه قرف زي ما حضرتك عرضت الفيديو بالظبط. فازاي انا اقدر اتمن ابني ان يتعلم معلش في جو بالطريقه دي، في مجاري ضربه، في ورق اساسا مرمي وزباله، يعني اوبئه وامراض اساسا الولاد هيتعرضوا لها. استاذ محمد انا ابني سوري ان انا هقول الكلمه دي
ما بيدخلش تويلت المدرسة وبيفضل ماسك نفسه ووريته مرة الدكتور بسبب الموضوع ده علشان يرجع البيت يدخل التويلت انه مش قادر يدخل تويلت المدرسة. يعني التويلت ده مكان كل الامراض المفروض. فازاي مدرسة زي دي، مدرسة عريقة جدا، انا زعلانة عليها قوي. المدرسة حلوة جدا يا استاذ محمد، مدرسة كبيرة، لكن للأسف حتى الديسكات، سوري حضرتك شفت الديسك، ديسك الولاد اللي قاعدين عليه وحش جدا، سيء جدا، مفيش اصلا حاجه متبيضه ولا حاجه معموله، احنا ما شفناش ده في اولياء امور. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك مفيش اهتمام تعليمي بالفعل، زي ما وليد الامر اللي قبلي قالت ان الكتب بالفعل ما استلموهاش غير متاخر، طبعا دي حقيقه، بس كمان اللي هم قاعدين فيه والمشكله الكبيره ان اول يوم دراسي امبارح المفروض كل المدارس حتى الطبيعي ان قبل ما بتبتدي الدراسه بيهتموا بنظافه المدارس وسوري السعاء الناس اللي موجوده هناك كده. زي ما حضرتك قلت لو مقشه لو مساحه هتمسح تنظف كل ده. يعني ايه اول يوم في الترم ولادنا تدخل كده؟ انا بصراحه مستاءه، انا خايفه اودي ابني المدرسه. لا لا انا بقول لك بالشكل ده بالشكل ده على اخر الدراسه بقى خدي له بقى بتاعه اللي هو الغطس بتاع الاكسجين ده عشان هتلاقي الميه في كل مكان كانه في مدرسه تايتانيك يعني. ايوه حضرتك عندك حق. دي مشكله كبيره. يا ريت يا ريت يعني انا حاولت ان اعرض لحضرتك، يا ريت ان احنا نحلها وتشوف حضرتك الكرام اللي معاك يحل المشكله ويلقوا الضوء على مدرسه فيكتوريا كوليدج، مدرسه عريقه زي ما هو لازم تتحل مع المدرسين كمان لان ده هياثر على اولادنا. الحكايه مش ميه بس وورق بس، ان عندي مشكله مع ان عندي مدرس نازل مزاجه التعليمي وحش، عندي مدرس نازل يدرس ناقم على العمليه التعليميه وهو في مدرسه كبيره، ففي الاخر ده هيتاثر باولادكم. هنخاطب السيد طبعا، لان المدرس لازم يكون مرتاح، اولياء الامور الولاد يبقوا مرتاحين، فمشاكل كبيره قوي في المدرسه يا استاذ محمد. حاضر هعمل كده وهكلم. انا بشكرك جدا جدا الاستاذه امل نور، وبقول لها هنخاطب السيد محافظ اسكندريه، هنخاطب سيده مديره التعليم الخاص، وهنوصل ان شاء الله لنتيجه. ولو كان في مشكله في اداره المدرسه اعتقد لازم تتحل بسرعه. استاذ سمير حضرتك شفت يعني انا ما اعتقدش الخصوص فيها الكلام ده ما شاء الله يعني. لا الخصوص فيها، اي اداره في الدنيا فيها، بس المهم سرعه تحرك مدير عام اداره. يعني خلي بال حضرتك احنا بتغل مرضات الله اولا. الرئيس السيسي ربنا يديه الصحه والعافيه قال ان الدول لا تبنى بالكلام، صحيح، بالعمل، صحيح. ومن قوه الرئيس بتاعنا بناخد القوه بتاعته وبنتعامل بيها مع الناس، مش قوه العضلات، قوه الفكر. عايزين نشتغل على ارض الواقع، احنا اشتغلنا في الخصوص على ارض الواقع، انا ومجلس الامناء كشخص مدير عام اداره وكمجلس امناء بينفذ رغبات اولياء الامور، ومن خلال المشاركه المجتمعيه ونقابه المعلمين اقتحمنا حاجات كتير جدا. انا شخصيا بهم هم اقتحمت وفكينا حاجات كتيره قوي، طلاسم كتيره كانت عباره عن ان في اماكن فيها عجز، في اماكن فيها زياده من هيئه التدريس، في اماكن فيها دروس بتمارس، في اماكن خصوصية. فيها في 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 اماكن ثانيه فيها مجموعات مش عارفه تشتغل ازاي، في اماكن ضعيفه من المستوى العلمي من المدرسين، فاضطرينا ان احنا نعمل معادله وننقل المجموعه اللي هي المدرسين اللي هي فكر عندها فكر وشغاله وتبتغي مرضات الله، نقلناهم الى اماكن تانية مع مدرسين، عملنا عمليه توازن. طبعا هنا في الخصوص لها سيستم معين، لو احنا نقلنا مدرس واحد بتلاقي اكتر من 60 70 ولي امر جايين عاملين هيصه في قلب الاداره. طبعا المدرس ده هو اللي بعت عشان خاطر يروحوا يقولوا لهم ما يمشونيش. بالظبط يا باشا، ده اللي كان بيحصل. طب وانت ما خفتش من يعني ما خفتش من الزحمه لما تنقل لك خمس ست مدرسين؟ يعني هتلاقي انا مش نقلت خمس ست مدرسين، احنا نقلنا 62 مدرس في خلال 10 ايام في جميع مدارس وخصوص كامله تربيه. تفتكر الناس بتدعي عليك؟ اكيد اكيد بيدعوا عليا. اكيد بس في الاخر هيقولوا لك في الاخر، لانك انت في الاخر عامل انا يكفيني ان اولياء الامور ويكفيني ان الطلبه مبسوطين، بس مش معنى كده ان زمايلي كمدرسين زعلانين، لا هم فهموا، لان لما يكون زعلوا في الاول بس فهموا بعدين. فهموا لان حضرتك لما يكون عندي مدرس قاعد بقى له 20 سنه في مدرسه وواحد بقى له 23 سنه في مدرسه وتنقله، دي حاجه عارف من اين تؤكل الكتف طبعا. من اين تمارس الدروس الخصوصيه؟ من اين يتم اللعب في كنترول؟ من اين يتم ممارسه الضغط على اولياء الامور؟ هنا لما دخلت وبعد ثلاث اسابيع من الدراسه كله ثبت نفسه وهيبتدي يشتغل ازاي، فلقى الدنيا اتفركشت،
فاصبح دلوقتي مصدر رزقه تاه، لان طلع من مدرسه راح مدرسه على بال ما يكون مصدر رزق تاني. يعني انت عارف ان الناس بتدي دروس. بس خدنا موقف. خدت موقف. طبعا خدنا موقف. طه بيعجن يعني ربنا يكرمه بكل خير، هذا الرجل الجميل اللي هو وكيل وزاره التربيه والتعليم في قلوبيه، لما بلغناه ان احنا عندنا في دروس. استاذ عجلان. الاستاذ طه عجلان وكيل وزاره التربيه والتعليم. طيب خليني برضو ابعت رساله شكر للاستاذ طه عجلان، لان انا جيت في لحظه من اللحظات كنت ضد بعض القرارات، وقلت له وهو راجل ديمقراطي جدا سمع وجهه نظري وتفهمها جدا وتناقش معايا فيها، لكن هنا دورك بليغ جدا، شكرا. طالما بنقدم حاجه لاهالينا، بنقدم حاجه لاولادنا، نقول لك شكرا على طول. لا، وكان له دور جميل جدا بصراحه. يعني هو قعد معايا في بعد ما دخلت خصوص بحوالي 3 اسابيع، عرضت عليه مشاكل بتاعه الخصوص كلها، سالني الخصوص عامل ايه، قلت له الخصوص حضرتك عارفها 1 2 3 4 في مكتبه. ففوجئت انه قعد معايا في الخصوص 5 ايام كاملين من الساعه 8 الصبح الساعه 5 اخر النهار. ده مش كده وبس، ده هو حضرته باعتباره وكيل وزاره كمنصب عالي في مديريه التربيه والتعليم جيش اجهزه المديريه لحساب الخصوص، بمعنى قسم المتابعه كله كان موجود، قسم التوجيه الفني كان موجود كله، قسم المتابعه وتقييم الاداء كان موجودين، انتشروا في مدارس الخصوص، لان عندي الاداره عباره عن عينات، يعني مدير مرحلة التعليم الإعدادي 2، مدير تعليم ثانوي 1، مدير تعليم ابتدائي 1. وده مش كفاية. مش كفاية طبعا. مش كفاية، عشان أنا عندي. ده عندك كم مدرسة حضرتك؟ أنا عندي 26 مدرسة خاصة و25 مدرسة حكومية. 25 مدرسة حكومية فيها 7، فيها 5 مجمعات، المجمع الواحد فيه 11,000 طالب. ما شاء الله. 11,000 طالب على فترتين. يعني الفترة الصباحية فيها 5، فترة مسائية فيها 6. يعني قوة الفصل لو جينا حسبناها هنلاقي 140 طالب في الفصل. فاسمينه صباحي ومسائي، وبالتالي امتحاناتنا بتبقى صباحي ومسائي. ايوه. فطابع عجلان لما خلص المأمورية وانتشرت في الإدارة، كان في عندي مشاكل، عندي دورات مياه مقفولة اتفتحت، عندي دورات مياه بايظة صلحناها، عندي يعني اخد من حضرتك جمله كده، ان اي ولي امر عنده ابنه بيدخل حمام مدرسه في مدارس الخصوص مطمن على ان في حمامات لطيفه حاليا. مقبوله، مش هقول لطيفه ولا هقول ممتازه، لكن كان في دورات مياه مقفوله كامله، وكانت عيال بتقضي حاجتها بره. ايوه، بس دلوقتي اتفتحت، هل يا ترى صالحه للاستخدام؟ طبعا صالحه. طبعا انا لسه النهارده كنت في مدرسه هناك ولقيت دوره الميه اللي احنا فتحناها انا وطابع عجلان في مدرسه خلف الراشدين مقفوله، فتحتها وحولت المدرسه للتحقيق مدير المدرسه. مش من حق مدير المدرسه ان يعمل حاجه احنا فتحناها. احنا بنحارب فساد على فكره. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، من قوه الوزير بتاعنا معالي الدكتور الوزير المحترم طارق بيه شوقي، بنستمد قوتنا منه. المدير عام الاداره بياخد قوته. يعني خطة الوزير، انت خطة الوزير بتبص عليها وتشوف هو بتتماشى مع يعني وجهة نظره قراراته، بتطبق ده عند حضرتك في بطريقة او باخرى في بالظبط يا فندم؟ قراراتي واخدها بقوة وليست بأيدي مرتعشة، لكن واثق وفاهم بعمل ايه. من قوة الوزير في قراراته بتاعته، يعني معالي الوزير الدكتور طارق شوقي قراراته في تطوير التعليم عجباني جدا وقويه جدا، ومن خلال القرارات القويه يعني قراراته دي على مدار يعني قرارات الوزير على مدار 4 5 سنين اللي جايين هيبقى عندي منظومه تعليميه جيده بجد جدا لو اتطبقت جدا. يعني يكفيني ان الدروس الخصوصيه ستنتهي تماما. طيب ده على عهده استاذ سمير، الدروس الخصوصيه قريبا ستنتهي تماما. عايز اسال بس استاذ محمد رضوان، لما بتعرفوا ان في مجموعه من المدرسين بتدي دروس خصوصيه بتعملوا ايه؟ هو في حاجه قبل ما نعرف هنعمل ايه، احنا لو قدرنا نوفر الحصه الدراسيه بشكل صحيح، مش الطالب نفسه او ولي الامر هيثق ان في مدرس فصل موجود ومش هيحتاج ده. لا، ده الكلام ده كلام برامج. ثواني، ده كلام برامج عشان على الهواء. لا مش عشان، ما انا بقول لحضرتك النهارده مدرس الأمر حتى لو بيعلم في الحصه تمام هيقول لولي الامر ابنك خلي بالك ماهر ده هيسقط، ماهر ده مش نافع. انا بقول لك ما ولا فاهم حاجة. ليه بنسيب بعض الدروس شغالة او بعض المراكز شغالة، او ممكن مدرس وبعارفين ان هو بيدي درس فعلا وساكتين، وليه في مراكز فعلا بتتقفل؟ مفيش خيار وفاقوس عموما في الموضوع دوت.
والقانون بيطبق على الكل. لكن امتى؟ لما قدرنا نحقق حصه دراسيه مظبوطه. الاول كانت الحصه 30 دقيقه عبال ما 70 طالب يقعدوا في الدكك بتاعتهم، وطبعا مفيش غياب، ما فيش يقدر ينادي على اي حد ولا اي حاجه من دي، بيقعدوا الحصه خلصت. يعني انت ما عندكش غياب وحضور؟ كان مفيش اي حاجه نهائي، لا غياب ولا حضور. فاحنا الفتره الاولى كل ده ترصد طبعا عن طريق لجان المتابعه وعن طريق مجلس الامناء وعن طريق شكاوى ولا اولياء الامور وعن طريق جروب بيجمعنا كلنا كاهل خصوص، واخد بالك كل واحد عنده مشكله. فاحنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا، الاستاذ سمير بيتابع الريبلاي بتاع كل تعليق، مش كل تعليق او كل مشكله، لا بيتابع فعلا. طب انتوا ليه مش عاملين مثلا صفحات للفيسبوك ثابته، صفحه لكل مدرسه متابعه جيده لطلبات اولياء الامور؟ يعني انا هدفي اصلا من الفيسبوك ان احنا نجمع بعض كلنا. مين انتوا؟ انا محمد رضوان. لا انت بتقول نجمع بعض كلنا، مجلس الامناء ولا اولياء الامور؟ لا هي كانت بقى البدايه في 2015. عملت جروب اسمه مدينه الخصوص، بيمثل مدينه الخصوص ومشاكلها، فجمع كل اهالي الخصوص كل واحد ومشكلته في جميع المجالات. فاحنا بنشارك من هنا ومن هنا ومن هنا بمشكله، والمسؤول معانا سواء من مجلس المدينه او الاستاذ سمير من الاداره التعليميه، وطبعا بعض الصحفيين موجودين وبياخدوا عن لساننا وبينشروا، فده في حد ذاته نجاح ان احنا نوصل صوت الناس للمسؤول. طب دورك بقى، وانا عايز اسال حضرتك دورك في فكره ان انا ولي امر ما عنديش فلوس ادفع مصاريف، عنديش فلوس ادفع ثمن المصاريف الدراسيه، انا ولي امر وبقضي عقوبه جنائيه او انا متوفي، قول لي حضرتك جميل. ايه دوركم في المشاركه المجتمعيه؟ السنه دي بالذات يعني الاستاذ سمير قدر يشوف بنفسه ان في احتياج مادي، احتياج مادي للمدارس والاولياء الامور. ها فعمل ايه؟ فكون مجلس صغير كده اسمه مجلس الحكماء. ها مجلس الحكماء ده يعني اهم اهدافه غير حل المشاكل بقى والحاجات اللي بيقوم بيها مجلس الامناء العادي، يعني ده جزء من شغلنا برضه. يعني مجلس حكماء هو عمل جديد. ده بيساوي مجلس امناء، ولكن عنده القدره على الفراغ، تفرغ في الوقت. يعني مثلا شغلك انت خلاص ممكن تقعد حد مكانك وتروح انت تشوف الايه المشكله دي بسرعه. ها عندك قدره ماليه، عندك قدرة مالية. قدرة مالية. يعني مجلس الحكماء عنده قدرة مالية يدفع عن ولي الأمر. تمام، وحصل بالفعل المدارس. أنا بقى عايز أشكر أستاذ سمير وعلى الهواء مباشرة، ليه أشكرك؟ لأن كان في لقاء معاك قبل كده أنا طلبت منك، قلت لك ينفع يكون ولي أمر بيقضي عقوبة والأم مش قادرة تدفع مصاريف ابنها، هل يا ترى يا فندم عندك آلية لدفع المصروفات دي؟ قلت لي وقتها ما عنديش، لكن هشتغل عليها وعدك، وإن شاء الله نحاول ندفع المصاريف للولاد دول. اللي بيحصل ده تأكيد إن حضرتك راجل، يعني لو ينفع كنت أجيب الفيديو ده وأعرضه، بيأكد إن حضرتك راجل كلمتك واحدة. كاميرا فندم. في حاجة في النقطة ديت، أنا بناشد أولياء الأمور الغير قادرين أو جيرانهم اللي يعرفوا إن فلان غير قادر يروح الشؤون الاجتماعية وبيعمل بحث حالة علشان يقدمها لمدير المدرسة علشان يعفى من المصروفات. بس ده ما يعملش اصلا عند الطالب برضو احراج ان انا لا جبت يروح لرئيس شهادة الفقر، يعني زي يروح لاي حد فينا، ما حدش بيسمع عن اسم اي حد، والمعاملة بتكون سرية جدا، زي المشاكل برضو اللي بيجي لنا مشكلة ما بنعلنش اسمه، لكن احنا هدفنا مش التشهير، حل المشكله. طب انا بطلب من حضراتكم طبعا طلب، انا طبعا نفسي يبقى قائم معاك، يبقى طلب كده فعلا. بعد اذن حضرتك خليني اضيف على المعلومه دي، ان احنا في مجلس الامناء بتاع الاداره مش بنشوف المشاكل، ما بنعرضش مشاكل، احنا بنتسابق على وضع الحلول للمشاكل. يعني ما يقوليش انا في مشكله في حته، لا معلش انا اسف جدا، احنا غيرنا البرمجه وغيرنا الفكر بتاعنا الى في مشكلة حلناها بالصورة الفلانية. يعني اللي يجي يقول لك انا عندي مشكلة وحلها كذا، او عندي مشكلة وحلتها. لا ما بيعملش كده. مش عندي مشكلة وعندها حلها كذا، لا انا عندي مشكلة واتحلت بالطريقة الفلانية. يعني قبل ما الطريقة الفلانية دي بص حضرتك، قبل ما بيعرض المشكلة يديني الحل بتاعها ازاي اتحلت. مش هقول لك انا عندي مشكله في المكان الفلاني، مشكله في المكان طب ما احنا عارفين مشاكل كتيره. انت كده طبقت اللامركزيه، ان كل واحد يقوم بدور مدير الاداره التعليميه بكل اختصاصاته، الى ان في الاخر يرجع لك. فانت وزعت مهامك، خليت سمير جاد الرب مليون سمير جاد الرب في كل المدارس بكل المجمعات الدراسيه. بالظبط، بدليل ان محمد لسه جاي من المدرسه الساعه 6 اقل نار، كان باعتباره مجلس حكماء وعالج مشكله هناك في قلب المدرسه. راجل محترم استاذ محمد رضوان، عضو مجلس امناء. استاذ محمد بعد اذنك، اتفضل يا فندم.
مش كل الناس اللي اتنقلت من المدارس وحشين ولا تكتلات. المدارس كان فيها عجز في الكفاءات، بدليل ان احنا ناس من اللي اتنقلت من بعض المدارس راحوا في مراكز اعلى من التدريس والاشراف وبقوا مديرين مدارس. وفي حاجة تانية، انا احب اشكر هيئات التدريس، لان احنا الفترة اللي فاتت كان عندنا مشاكل كتيرة، والاستاذ سمير قرر اقتحام كافة المشاكل في نفس الوقت بالتوازي، فتعبوا المدرسين فعلا، كانوا بيشتغلوا بايديهم، كانوا بيمسكوا الفاس معانا، كانوا بيمشوا يساووا بعد اللودر ما يشتغل ويرشوا مية. فما فيش يعني في تاريخ الخصوص او تاريخ التعليم شفنا مدير مدرسة بيمسك فاس ويشيل تراب ويشيل رمل ويشيل زبالة وينظف. زمان لما كنا بنشوف بس ده بحب، خلي بالك يعني ده بحب، لان حسوا ان في راجل هيغير. ودعم الاستاذ طه عجلان الاستاذ سمير بصراحه ادى الناس كلها صوره كويسه. طه عجلان برده ما عملش الدعم ده من فراغ، يعني ما انا عندي واحد مجتهد وما عملش الاستاذ طه برده يعني. عشان نعرف، عشان ما يبقاش كلام، الاستاذ طه بعت لنا بعض الديسكات ووعد ب1000 ديسك من اول السنه، وفي انتظار الاستاذ طه عجلان ان شاء الله الالف ديسك يا دكتور. انا بقول لك وبضم صوتي لصوت حضرتك وبقول لحضرتك استاذ طه عجلان، انا بقول على مسؤوليتي الشخصيه، راجل يمتلك العصا السحريه في حل المشاكل، كلمته عقد وشرف، وانا متاكد انه من خلال لقائنا النهارده، وانا اتمنى يكون بيشوفنا او متابعنا يعني، وعدت ب1000 ديسك حاجه اصوره. انا هاجي اصور ال1000 ديسك. واستاذ طه عجلان من خبرتي يعني او متابعتي لشغله، ما شاء الله راجل محترم جدا جدا جدا، وانا عارف ان شاء الله هنشوفك يعني في افضل واحسن المواقع في وزاره التربيه والتعليم. ال1000 ديسك هاجي اصورهم، انا قلت اهو، ولو ما صورتهمش انا هزعل. طيب استاذ محمد انا بشكرك، شرفتني ونورتني، ودايما في كل جراء نعمل لقاءات اكبر من كده. استاذ سمير انت مكمل معانا، بس هنطلع ناخد الفاصل ونرجع نستقبل استاذ ايمن يوسف، عضو مجلس امناء الاداره ورئيس لجنه المتابعه بالمجلس. خليكم معانا فاصل صغير ونرجع تاني. هذا البرنامج برعايه ليمورال. برعاية ليمورال. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل نكمل حلقتنا النهاردة، وتاني برحب بالأستاذ سمير جاد الرب مدير إدارة الخصوص التعليمية. برحب بيك. أهلا بيك فهمي. ومعايا طبعا المجتهد المحترم المنتشر زيادة عن اللزوم، ودائما من الشارع للحارة لتجمع أولياء الأمور للمدارس للإدارة التعليمية، الأستاذ أيمن يوسف، عضو مجلس أمناء الإدارة ورئيس لجنة المتابعة بالمجلس. أهلا بيك. أهلا بيك فهمي. طبعا النهاردة أنا يعني في كلامي مع الاستاذ سمير تخيلت وفهمت ان انتوا عاملين زي فريق الطوارئ، كل واحد فيكم شغال على ملف. بس اللي اكتشفته لما كلمت حضرتك قبل الهوا ان انت شغال مش بس على الملف التعليمي ده، انت كمان اشتغلت على ولي الامر اللي مش قادر يودي مدرسه او مصاريف مدرسه او دروس خصوصيه ومحاربتها، ولي الامر اللي عنده مشكله في يعني في لبس ابنه حتى، يعني كلمتني عن مشاكل كتير، احكي لي كده اهالينا في الخصوص عايشين ازاي. تمام. اولا يا فندم انا بشكر حضرتك على اللقاء اللي حضرنا النهارده على الهوا. اولا ولي الامر اول حاجه اهتمامنا باداره الخصوص التعليميه او في مدينه الخصوص بولي الامر، اهم شيء عندي ولي الامر. ولي الامر احنا عندنا حالات بتبقى تعبانه جدا، لازم ننسق ما بين ولي الامر او نقرب ما بين ولي الامر وما بين المدرس. لو قربنا بين ولي الامر وبين المدرس هنبقى حلينا اكبر مشكله جامده قوي. بمعنى انا رئيس مجلس امناء مدرسه احد المدارس، اجتمعت مع مدير المدرسه وهو راجل فاضل راجل محترم،
واحنا مش جايين نشكر في بعضينا او نمجد في بعضينا، لان ده دورنا وواجبنا اللي هو العمل الخدمي او العمل التطوعي في البلد. بالظبط. اتفقت مع مدير المدرسه ان مفيش حاجه اسمها دروس خصوصيه بره، لان كان الدرس الخصوصي كان بيعدي 150 في الماده في الاربع حصص. اتفقت معاه وقعدت معاه وقعدت مع المدرسين المحترمين اللي انا على الهوا دلوقتي من قناه حضرتك ان انا بشكرهم، رحبوا بالفكره وعارفين اللي احنا عارفين ظروف البيئه اللي احنا فيها. ده بكلمك بجد يا استاذ. انت حولت، انت حولت او مش قننت وضع، لا ده انت رتبت وضع الدروس الخصوصيه الاربع حصص ب 150، يعني الواحده ب 35 جنيه او اكتر شويه. انت حولت الحكايه ان لا، بدل ما تعملوا حاجه في الضلمه تعالى نعملها في النور من خلال مدرسه ومن خلال مدير مدرسه، وناخد من الاهالي رقم قليل قوي ونعمل مجموعات في المدرسه. ده كان حصل فعلا، حصل بالفعل، حصل فعلا، حصل فعلا اجتماع. انا كنت بروح هناك كل يوم سبت، السبت ده عندنا اجازه، براقب الموضوع قدام عينيا، اشوف المدرسين ايه والطلبه ايه والدنيا شغاله، وبمبالغ زهيده جدا. كانت بالاول بدات اشتغلوا مجانا، قلت لهم ما ينفعش مجانا، يعني على الاقل المدرس يحس ان مخرجه ده يبقى فيه فلوس يعني. صحيح. فكان كل اسبوع كنت بحضر بشوف بعيني واحضر معاهم، وهتلاقي في بعض الفيديوهات في صور ليني قاعد مع الطلبه. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، في فرق بين قعده حضرتك وقعده استاذ ايمن لسبب. اكيد استاذ ايمن قعد على الترابيزه اللي هو صلوا على النبي كده، تعال نتكلم مع بعض. ما يا باشا ما اقدرش اسيب انت الاستاذ ايمن اصلا تقول دول. لا لا، يعني ما اقدرش اسيب الاستاذ ايمن مع المدرسين والطلبه من غير ما اعرف ايه اللي بيحصل. ما هو طبعا ده لازم. طبعا، بس انت عارف كمان ان هو هيقدر يستخدم مفردات تأثر نفسيا على المدرس وتخليه يبقى راضي بالمبلغ القليل، وكمان تخلي ولي الامر حاسس ان ابنه هيتعلم كأنه في الدرس الخصوصي. بالظبط يا باشا. كملي ازاي؟ انا مبسوط منك. ربنا يخليك فعلا. دول اهلنا. ولازم انا لو بديت بنفسي وبولادي يبقى انا هحس ببتاع الشارع. دي قاعده خدها عني. اتفقت مع المدرسين، لفينا على الفصول فصل فصل، انا ومدير المدرسه والمدرسين بتاعت المدرسه. وقلت لهم انت بتاخد درس بكام، بتاخد درس كام. طبعا الاولاد قالت، قلت لهم ادي المدرسين الحصه الاربع حصص ب 50 جنيه قيمه المجموعه المدرسيه اللي محددها الوزاره. طب ازاي ما كانوش بيردوا يدوا مجموعات المدرسيه اللي محددها الوزاره وانت قدرت تقنعهم؟ طلبه، الطلبه، الطلبه عندها فكر المجموعه الدراسيه دي اي حاجه زيها زي حصه. صحيح. مش فاهمين، فلازم توصل له الفكر، لان احنا عملنا كمجلس امناء تطوعي مساعده استشاريين لمدير عام الاداره. انتوا ما بتاخدوش اجر؟ لا خالص، دي بلدنا. كل يوم بتصحى بدري وتنزل؟ كل يوم، كل يوم انا بصحى بدري بكون متواجد مع مدير عام الاداره. والله بالبدله زي ما تكون ايا كان. من دي بلدنا. بص يا محمد بيه، انا امبارح مصحي الساعه كام؟ 9. انا كنت في خصوص الساعه 7. كنت صح قبل كده، مستني تليفونه وبركب معاه العربيه وبنلف انا وهو على المدارس، لان انت عارف انا دي مدينتي. طب ايه وعدني ان العربيه هتجي لي بكره؟ الف ديسك وعربيه. لا ده انا هقول لك على الف ديسك. ده انا لسه هقول لك على الف ديسك. المهم اولادنا حتى لازم يكون في قابليه للطلبه. كان اولياء الامور بتخش المدارس، لان احنا عندنا فترتين زي ما قال لك سمير بيه مدير عام الاداره، عندنا فترتين ما بين الفتره والفتره اولياء متكدس. كنت يعني الطلبه بتتقابل حضرتك 7000 خارجين و4000 داخلين. فبيتقابلوا في مدخل مدرسه مع اولياء الامور، مع 10 اصابات واثنين. لا الحمد لله، لا الحمد لله، السنه دي عملنا فيصل نص ساعه ما بين دي وما بين دي. حتى ولي الامر يبقى داخل بشياكه خارج بشياكه، ما عادش ولي الامر يخش. من صاحب الفكره دي؟ والله احنا عندنا مجلس امم محترم جدا برئاسه مين؟ يرأسه الاستاذ محمد طحان، ومجلس الامم كله ناس محترمين ومجتهدين، واللي شجعنا كلنا على العمل. احنا شغالين في مجلس امنا من سنين، بقالكوا سنين. اللي شجعنا، ما عملتوش قبل كده ليه في زمن تاني؟ ما لسه بتقول لحضرتك يا استاذ محمد. وقت سنين اللي شجعنا، اللي شجعنا الاستاذ سمير، تواجد الاستاذ سمير لان انا نشيط معانا، والاستاذ صاع عجلان وكيل وزاره التربيه والتعليم في القلوبيه، لان ما شفناهوش قبل كده، شفناه في زمن الاستاذ سمير جاد متواجد في الخصوص. يمكن انا سمعته على الهواء، الاستاذ سمير قال لك متواجد خمس ايام من بيته على عندنا، جند مديريه التعليم ببنها للخصوص، كان بيقف وسط ولي الامور. شجعنا احنا للعمل ان احنا نشيل بايدينا، دي مدارسنا، دي بلدنا، اما دول جايين من بره. اوعى تكون عايز عربيه انت كمان. لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. صدقني يا محمد بيه، والله 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 والله، مدينتنا مدينه جميله جدا.
لازم عشان تشتغل لازم تحط ايدك في العمليه مع الجهات التنفيذيه في البلد. طيب انا هتكلم في جمله كده صغيره اسمحوا لي، يعني برضو ندي كل واحد حقه. السيد المحترم الوزير المحافظ اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، كان بعض اهالينا هناك كانوا عندهم مشاكل كبيره جدا من المستثمرين هناك والعاملين خاصه في الاستثمار العقاري في فكره الارتفاعات. يعني كان الارتفاعات عدد معين من الادوار ما تزيدش عن كده، وده كان مخلي فيه مشكله ان سعر الشقق غالي جدا، الايدي العامله اللي بتعمل في الدهانات والبناء وتشطيب الشقق وتجهيزها، الشباب كمان اللي يجوا يشتروا شقه كانت بدل مثلا ب 100 جنيه هتبقى ب 300 جنيه لان مفيش شقق ومفيش ارتفاعات. قرار جريء من راجل جريء، من راجل محترم بيفكر بتفكير هو متأكد يعني تفكير اقتصادي جدا، فكرة ان انا ابني وعمر وكبر بولاد البلد، المستثمرين بدل ما ياخدوا الاموال ويستثمروها برا لا بيستثمروها في محافظتهم، ولذلك وجب الشكر للسيد المحافظ المحترم اللواء السيد ناصر. بقول له كمل يا فندم على بركة الله، رجال اعمال كتير في كفر الشيخ شكرتك وبتشكرك، اكتر من 20,000 ايدي عاملة هناك كانت منتظرة قرار الارتفاعات ده، وسعادتك قمت بيه وكأنك بتقول لكل المحافظات اللي بيشتغل مش بيشتغل بالكلام بيشتغل بالقرارات الجريئة، الايدي المرتعشة ملهاش مكان. فانا تاني بكرر شكري، شكر لحضرتك وجب الشكر، وطبعا الاستاذ حسن الجمل بيشكر سعادتك، وطبعا هو قايم بدور عظيم جدا في نقل احساس ونبض المستثمرين هناك للمحافظة. معايا فيديو بقى اسمحوا لي افرجكم عليه او نشوفه مع بعض عن اداره الخصوص والخطوات الجاده والجريئه في اللي تنفذ الفتره اللي فاتت مع الرجل المحترم استاذ سمير جاد الرب. خليكم مكان الفصول فيها زي ما انتم شايفين خشب وميه زي فيكتوريا كوليدج كده، والدنيا مش لطيفه في البدايه، تحولت لديسكات محترمه جدا، حيطان مدهونه جدا، وده في كل المدارس، واعتقد ان اللي كان شغالين بيدهنوا اللي خلى مديرين المدارس كانوا بيكنسوا ويخلي المدرسين تدهن، يعني اعتقد كده يعني. ولكن كمان في صوره استفزتني قوي في الصور ان كميه قمامه
ما بين المبنى وما بين سور المدرسة كانت ضخمة جدا، وهل يا ترى الأهالي بتبعت القمامة للمدارس ولا المدارس جمعت القمامة في مدار سنتين ثلاثة في الجزء ده؟ وخلينا أقول لو أنا بتهم حد بالإهمال فأنا هتهم مديرين المدارس، ما ينفعش أبدا يوصل بيك حال ان تخلي شكل مدرستك كده وكأنك روقت السطح عشان لما يجي مدير الادارة التعليمية يبقى شكلنا حلو، وفي ظهرك وفي ظهر ولادنا هم بيتعلموا القمامة. استاذ سمير، نعم، المنظر ده عشان يتحل والاجتهاد ده يتحل انا من وجهة نظري محتاج لي من سنتين لتلاتة. حضرتك دلوقتي بقالك اقل من ست شهور. لا انا بقالي اربع شهور بالظبط. اربع شهور دهنت ونقلت وطورت ودخلت اللودر يشيل قمامة سنين قبل كده وعملت ديكك جديدة ودهنتها في اربع شهور؟ بص حضرتك، اولا ايد لوحدها ما بتشتغلش، احنا بنشتغل بروح الفريق كلنا مع بعض، مجلس امناء، مشاركة مجتمعية، نقيب المعلمين، المعلمين، الاهالي، الناس دي كلها قعدنا مع بعض واتفقنا على مبدأ، وكان رأسهم اخويا واستاذي وزميلي وحبيبي رئيس المدينة، لان ما ينفعش استاذ سامي، استاذ سامي بيه صالح رئيس المدينه، لما قعدت معاه قلت له يعني انا 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 عندي احباط، ففي ايه يا سمير؟ الوضع كذا 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 كذا، عندي خمس مجمعات، المجمع الواحد فيه 11000 طالب، 11000 طالب، لو كل طالب رمى ورقه واحده في خلال يوم واحد هيبقى عندي اطنان من الزباله. لما دخلت المدارس وشفت الوضع قدام مني، يعني بصراحه مش عايز اقول لحضرتك كان الوضع شكله ايه، شلنا 12 طن. الاستاذ سامي جزاه الله كل خير وربنا يكرمه واشكره، بعت لي اللودر وكان موجود فعلا. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه اقطعك يعني عشان بس ندي كل واحد حقه، انت يا استاذ سامي عملت حاجه جليله جدا، لان مش دورك تاني، مش دورك تدخل لودر جوه مدرسه ينظف، انت دورك بره باب المدرسه، لان انا عارف محليات، حضرتك نظفت جوه، دخلت لودر جوه، فشكرا بصراحه، شكرا، ولو شكرا عشان استاذ سمير استغل حب والصداقه والعلاقه فكتر خيرك، يعني خليني اقول لك تجيبني يمين تجيبني شمال انت عملت عمل جيد جدا تستحق الشكر عليه. اتفضل. اشكرك يا فندم. دخل كنت انا ووكيل وزاره موجود، وسامي بيه حسن صالح موجود، ومجلس امناء موجودين، دايما كنا بنبقى موجودين مع بعضنا من الساعه 7 الصبح، الطلبه فوق في الصول شغاله واحنا شغالين في قلب ال. انا فتحت الاتصالات دلوقتي يا استاذ ايمن، واولياء الامور يتصلوا ويقولوا وجهه نظرهم فيكوا، مش هتتضايقوا؟ لا طبعا. مستحيل. لا طبعا. طيب كل واحد مننا بيبقى عنده مميزات وعنده عيوب، محمد سامي ممكن يكون عنده مميزات ان كذا وكذا وكذا وعنده عيوب في كذا وكذا، حضرتك استاذ سمير جاد اللي احنا طول الوقت النهارده عمالين نتكلم عن ايجابياته، ما عندوش سلبيات؟ لا طبعا عنده سلبيات. تقدر تقول لنا عليها؟ سلبياته بيصحيني بدري. دي سلبيه بيصحيني. لا لا خلاص، ده انا بعدها مش هسالك السؤال ده. والله لا بتصحيني بدري ليه؟ لا انا حضرتك بصلي الفجر الساعه 5 كده 4 ونص 5 وبقى على الطريق، بوصل هناك لازم اكون احضر طابور عشان كل يوم في مدرسه شكل. ما انا ما اقدرش احاسب حد اذا لما اكون انا قدوه، لازم اكون قدوه، احنا اتعلمنا كده، وبعدين القياده دي اصلها قياده لازم الكل يقتدي بيا، اذا ما كنتش انا اصلا هبقى قدوه يبقى مش هقدر احاسب اللي بعد مني. حضرتك لازم يبقى في التزام، لكن في حاجه مهمه جدا، في حاجه مهمه جدا غايبه عن ذهننا، قوه القرارات اللي بتطلع من قوه شخصيه وضع القرار نفسه. يعني حضرتك لما اتفقت انا وسامي بيه على ان نظافه المدارس، طه بيه عيلين كان موجود وكيل وزاره والدنيا كلها كانت موجوده، الراجل لما يتاخر واقتحم ودخل معانا شلنا 12 طن، 12 طن من اربع مجمعات. ايه ده؟ ازاي الاربعه دول ما تحاسبوش؟ الاربع مديرين دول ما عملتش؟ لا ارد انا حاسبهم ازاي؟ اذا كان انا غيرت الدنيا كلها تاني ما شفت الوضع، فحاسب مين؟ غيرتهم طبعاً. الناس المديرين اتغيروا تحولوا شؤون قانونيه طبعا، لان جبت ده ضعيف، جبت واحد اقوى منه عشان يشتغل لي ويديني التاج. انا سمعت ان حضرتك كنت ليك دور مهم جدا في الكشف عن تسريب الامتحانات. ايوه حصل فعلا. هو اولا شيء بالشيء يذكر، انا بشكر رجال المطبعه معايا اللي اداروا الازمه بنجاح. حصل ايه بقى؟ احكي لي كده بسرعه. تسريب الامتحانات، فجاه الامتحانات بقى عند الولاد قبل الامتحانات بيوم مثلا؟ لا يا فندم، هو لاحظ حضرتك حاجه، يعني ايه دورنا احنا كاصحاب قيم ومبادئ واخلاق، ودي قوتنا من قوه وزيرنا وقوه وكيل الوزاره بتاعنا القرارات دي، لازم نحارب الفساد في كل مكان. انا في كل
عيني على اي مكان فيه فساد كويس، سواء فساد مالي او فساد اداري او فساد اخلاقي وما الى ذلك، حتى لدرجه ان انا الوحيد اللي اكتشفت عمليه سرقه الامتحانات. انت بس؟ مع حضرتك الدنيا ماشيه ازاي؟ المفروض ان الامتحان عندي هيبدا فترتين، من الساعه 8 لحد الساعه 5 اخر النهار. كويس. فترة صباحية فترة مسائية، لو في مادتين الصبح في مادتين اخر النهار، فما كنتش بمشي غير بعد ما الطلبة تخرج امتحانات تسلم المدرسة الدنيا خلاص. تمام. الساعة 5 فوجئت بان مديرة المدرسة بتقول لي استاذ سمير انا الحقني، انا الاسئلة بتاعتي مفتوحة. مفتوحة ازاي؟ اخدت لجنة واخدت مدير مطبعة واخدت مدير شؤون قانونية واخدت تخطيط واخدت ستة واخدت وكيل ادارة وروح المدرسة، فتحنا الكنترول لقينا الظروف بتاعت الامتحانات مفتوحة متشالة. ومردودة. اه يعني ايه؟ خلي بال حضرتك الاستيكر بتاع الامتحان نفسه لما يتفتح يبان انه اتفتح، يبان انه اتفتح لانه بياخد جزء من الورق معاه. عملت ايه؟ حضرتك على طول طبعا انا شايف بعيني، فكان لازم اخليهم هم اللي ينطقوا بلسانهم. يا جماعه الورق ده فيه ايه؟ الورق ده انفتح؟ اه رايك يا مدير الشؤون القانونية؟ يقول لي الورق مفتوح يا باشا. كويس. طب عد لي الظرف المفتوحة. طب انت حضرتك بتاع المطبعة ده الاستيكر بتاع المطبعة ولا احنا بنظلم الناس ولا الدنيا في ايه؟ عرفته يعني عرفته مين اللي عملته؟ مفتوح. اي فندم انا على طول خدت القرار في ساعتها مباشرة الساعة 6 بقعد طبع الامتحان مباشرة وعملت محضر. وقدرت تلحق تعمل كده؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، انا عملت المحضر ده مباشرة بقعد طبع الامتحان ويحل موضوع الشؤون القانونية وإعادة تكلفة توجيه المرء الإداري يعيد تكلفة طبع الامتحان بما يتفق مع التكلفة نفسها مع اللي هيبقى متسبب في تسريب الامتحان أو خروجه. اتصلت بوكيل وزارة مباشرة طبعا عجلان، قلت له الوضع 1 2 3 4، قال لي طب هتعمل إيه؟ قلت له أطبع الامتحان. قال لي طب احذف لي ابعت لي فاكس بالقرار اللي أنت خدته. بعت له فاكس فعلا، هو خد بصفته وكيل الوزارة بتاعنا، بلغ معالي المحافظ محمود بيه عشماوي وخدت القرار بتاعتها. لقينا بقى التسريب. ايوه اللي سرب ده عرفته مين؟ عرفناه يا فندم. اللي عرفه بقى الهيئات السياديه، الرقابه الاداريه وامن الدوله والمخابرات العامه، عصابه تشكيل. تحيه. حصل تحيه. عصابه مشكله من 2 عمال ومدرس. ومدرس. ودخلوا فعلا ودخلوا الاسم واتعملت لهم قضيه، وهم حاليا دلوقتي خرجوا ب 10,000 جنيه كفاله. انا والموضوع قيد تحيه. بشكرك جدا على جراءه القرار، لان كان ينفع واحد غيرك على فكره، كان ينفع. هو اتقال لي. لا كان ينفع. بقول لك يا مدام ماجده، هنعمل ايه؟ الورق اتفتح وخلاص بقى يعني، بص بيني وبينك وخلي اليوم يعدي يعني. ما كان ينفع. كان ينفع. وقالوا لي كان بينفع قبل كده. كان ينفع. كان ينفع على اي وقت واي عصر من العصور، وفي توقيت عند ضعاف النفوس، عند الايدي المرتعشه، عند الناس الخايفه، عند الناس اللي خايفه تتورط. كان يعني موقف جريء جدا. ونقزنا جدا، ونقز اداره الخصوص فعلا جدا ولادنا. اللي انا عايز اقول لحضرتك الاستاذ سمير بياخد قرارات جريئه جدا بيرفعنا احنا معاه كمجلس امن، بمعنى بيشجعنا. والنبي ارجوك بطل تجامل فيه. انا ما بجاملش. طب ما بقتش اجامل. بعد اذنك. طب اقول لحضرتك الاستاذ سمير مش معايا، كلمنا اهالينا اللي ماشيه. انت دورك مش خدمه الملف التعليمي بس، انت راجل بتحب اهل بلد. الحمد لله. فعندك شوارع مكسره. اتفضل. وعندي مدارس. حضرتك اتكلمت عن الكمامه، طبعا كلام محمد بيه. المدارس عندنا سور المدرسه لازق في البيوت. الشبابيك مفتوحه. ما انا رايح حضرتك عملنا ايه؟ الشبابيك مفتوحه فكله بيرمي. تلاقي مدير مدرسه جاي الصبح يلاقي البلوه السوداء دي. عملنا ايه؟ ملوش دور مجلس المدينه. عشان تخاطب مجلس المدينه برضو مش هقول لك بوجود الاستاذ سمير عشان ما تقولش كل شويه بمدح فيه. بوجود دور مدير الاداره الجريء اللي بيشجعنا احنا. قلنا الاول بنعمل جوابات ونقدمها لمجلس المجلس. عملتوا ايه بقى؟ عملنا ايه؟ بصراحه سعيدنا جدا. قلنا نحاول نقفل الشبابيك دي، مش هتعرف تقفل الشباك طبعا. نعمل مخالفات ما فيها. قعدنا احنا كدورنا كاولياء امور مع السكان اولياء سقفه. مين اللي فكر في دي؟ بس قول بصراحه. لله. الحمد لله العبد الله الفقير اللي قدام منك ومجلس الامناء. لا مين صاحب جراننا. مين صاحب فكره؟ طب يا جماعه احنا مش عايز اكلم الناس. قول لي لانه جيراني. قول لي انا ولا جيراني انت؟ بجد انا ومدينه الخصوص كلها، بلدي اللي انا بعتز بيها اللي انا قاعد فيها. ما ينفعش طيب. اقول انا بس. خلينا اقول لحضراتكم، في ايدينا نغير، في ايدينا نكبر، في ايدينا نطور، في ايدينا نحط ايدينا في ايدين بعض فنعمل حاجه. يعني ينفع انت كولي امر ما يتضغطش عليك من مدرس
عندك مدير إدارة تعليمية محترم فاتح مكتبه، ولو حد قال لك في يوم من الأيام قفل مكتبه اتصل بيا اقول على الهوا فاتح مكتبه، عليك روح قول له المدرس الفلاني بيضغط عليا ان ابني ياخد عنده درس، عارف هيعمل ايه؟ مش نفتح تحقيق بقى يا ولاد ونشوف، لا انت كلامك مصدق عنده، فالمدرس يمشي هنقله في مكان تاني واجيب مدرس تاني. اثناء العمليه التعليميه ما عنديش مشكله، هو جريء بيعمل كده، الراجل راجل محترم ده بيعمل كده. فاي حد اهالينا في الخصوص انا بقول عنده مشكله في الحكايه دي روح على الاداره التعليميه، هو هي يعني هيعاقب المدرس. استاذ سمير انا بشكرك جدا. طيب عايز تقول لي حاجه؟ حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه، انا اسف انا ما خدتش راحتي في الكلام بس هتكلم في حاجه مهمه جدا. تعالى نقول النهارده فندم تحت امرك. انا رجاء شخصي وطلبت قبل كده من معالي الوزير المحافظ محمود بعشماوي ومن الاستاذ المحترم المتواجد معانا دائما الاستاذ طه جلان وكيل وزاره التربيه والتعليم، يجب وجود وحده حسابيه لمدينه الخصوص. ما زلنا وانا بقول على الهواء دلوقتي وقلتها قبل كده ما عندناش وحده حسابيه لغايه دي اللي انا بكلم حضرتك فيها، كلمت فيها طابيه العجلان وكلمنا فيها معالي الوزير المحافظ. قالوا لكم ايه؟ قال هيبقى فيه يا معالي الوزير المحافظ ارجوكم اعملوا لنا وحده حسابيه، عنينا الناس دي شغاله، فاللي شغال نسقفه وندعم له، يعني نسقفه وندعمه ونقول له تمام كمل، ناقصك ايه؟ ناقصني كذا اعمله لك وحده حسابيه، مش حاجه مش طالبين فرع من النيل يعني. حاجه بقى على السريع، عدد الوافدين بيتزايد يوميا عندي في مدينه الخصوص. السنه دي في العام الدراسي 2017-2018 حوالي 1500 طالب. فانت بتطالب؟ يجب بطالب بزياده مدارس في مدينه الخصوص، دي واحده. مدارس حكوميه. عندكم اراضي؟ عندنا اراضي فعلا، عندنا اراضي اوقاف كتير، ومعالي الوزير المحافظ وعد وشغال على ارض ما بيحاول. طب بتطلب ليه ما انت عارف اهو؟ ادي انا كله بتسرع. الحاجه الثانيه انا عندي مدرسه تجريبي واحده في مدينه الخصوص، برجاء عمل مدرسه تجريبي لاولادنا بمدينه الخصوص. واحده كمان؟ اه عنايه. يا ريت. حاضر. يا ريت. حاجه ثانيه؟ اشكرك. اشكرك. واحد ثاني حاجه بشكر هيئه التدريس بمدينه الخصوص. هيئه التدريس بجامعها فعلا وبشكر اولياء الامور لسمع كلامنا او لانصاع كلامنا في دخول وخروج الطلبه وبناشدهم، بشكر مدير عام الاداره وكيل الاداره وبشكر حضرتك على اللقاء الجميل. تحت امرك، شرفتني ونورتني استاذ ايمن يوسف عضو مجلس امناء الاداره ورئيس لجنه المتابعه بالمجلس. استاذ سمير كلمه اخيره لزملائك من المدرسين، لاهالينا من اولياء الامور، للطلبه كمان اللي دائما وابدا حسوا بامان، حسوا بالاب، حسوا بشخص. وانا ما بجملكش ومش مضطر بالمناسبة ان انا اجامل لاني انا مش من سكان الخصوص، ده رقم واحد. نمرة اتنين، انا بقول كلمة الحق، انت ما ينفعش ابدا او مشاهدينا مش هيبقوا مبسوطين ان انا جايب في واحد اقول له انت وغلطت وما يعني راجل بيشتغل فاهلا بيه، في ناس تانية ما بتشتغلش كتير، زي ما بجيب السيء وجبت في اسكندرية مدرسة كلية فيكتوريا كوليدج اللي انا مكسوف والله، وانا بقول يعني لا صح اللي انا عرضته، لا يصح طبعا ان انا كنت كانت بالنسبه لي شايفها قلعه تعليميه ضخمه جدا في اسكندريه، فعيب قوي نوصل لكده، وعيب قوي قوي مدرسين بيمتهنوا مهنه التعليم، فهي التعليم رساله بتاخد عليها اجر بس الاول نقول الرساله، عيب تقف كده ونقف نعطل ولادنا وما يتعلموش عشان خاطر انت ليك طلب عند مدير المدرسه. ولكن في اللحظه دي انا بشكرك بكل ايات الشكر، بشكر الوزير على وجود جنود بجد بتخاف الله ويتقوا الله وشغالين بجد، فانا بشكرك جدا. ممكن دقيقه بعد اذنك؟ ساعه ونص لو عايز. اشكرك فعلا. اولا رسالتي لمعالي الوزير دكتور طارق بشوقي، انا بشكر حضرتك جدا على منظومه تعليميه في تطوير التعليم، ولو احنا كنا بالنادي لتطوير التعليم الجميل اللي جاي واللي حضرتك خدت بيه قرارات واللي ان شاء الله يعني هنقضي على كتير جدا وهيدي لمستوى التعليم الى اعلى، بشكر حضرتك على القرارات الجريئه وقوتها، ودي خلتنا احنا كمديرين ادارات او كمديرين ادارات خدنا قوه القرارات من قوه شخصيه حضرتك في القرارات الجريئه دي واشتغلنا بيها، ومن قوه القرارات الجريئه دي الايد الغير مرتعشه، القرارات القويه اللي احنا بنصلح بها حال البلد. تمام. سواء في محاربه الفساد او وقوف جنب ولادنا عشان ناخد حقهم او اصلاح ذات البين ما بين الطالب وما بين المعلم وما بين المدرسه، نرجع المدرسه ونرجع هيبه المعلم ونرجع هيبه الطالب عن طريق اولياء الامور، يبقى المدرسه والطالب والمدرس والوزاره
كلنا كيان واحد وكلنا بتجمعنا المشاركه المجتمعيه. شكرا معالي الوزير وشكرا لطابع جلان واشكر حضرتك جدا، وبقول لاولادي اللي في المدارس ما تخافوش ما تخافوش ابدا، انا بتحرك بالتليفون، انا فعلا بتحرك بالتليفونات، المدرسه دي فيها كذا بتحرك فيها. بقول لزمايلي المدرسين ما حدش فيكم يزعل، حقكم عليا انا نقلتكم من مكان الى مكان، ولكن لا ابتغي من ذلك الا مرضاه الله. طيب انا بقى هطلب طلب اخير من مجلس الامناء ومجلس الحكماء، طلب قد كده، كل واحد من حضراتكم او رئيس المجلس يعمل واتساب في رقم يتحط في كل مدرسة، اي ولي امر عنده شكوى بدل ما يدور على تليفوناتكم اللي مقفولة، اللي بيصلي اللي مشغول يبعت رسالة في الجروب بتاع مدرسته. فاحنا عاملين واتساب كل مدرسة ليها جروب، ولي الامر اللي عنده مشكلة مع مدرس قول مشكلتك من غير ما تقول اسمك لو انت خايف، قول طلبك لو طلبك مشروع فيتعمل اكتب قول انا ولي امر ونفسي في كذا، قول ان ابنك ما بقاش يحصل دراسيا كويس وهو في الفصل الفلاني فتلاقي مجلس الحكماء نزل شاف الفصل ده، رقم تليفون هيتلزق على الحائط برقم الواتساب كل اولياء الامور يتواصلوا عليه. اسمح لي يعني ده طلبي بعد اذن حضرتك، احنا متواجد بس عاملينه متواجد مش في اولياء الامور، عاملينه للاداره كاداره. انا مش عايز للاداره، انا عايز لولي الامر، انا ابو هشام الصغير وهشام مدرس عمال يضايق فيه، فاكتب انا ابني في مدرسه كذا مدرس اللغه العربيه في الفصل الفلاني بيضغط على ابني وبيضايق، بيبعتوا لي على الخاص يا باشا. انا مش عايز على الخاص، انا عايز الجروب مجلس، انا عايز سعادتك متواجد يا فندم، قراراتك الجميله تشتغل عليها. انا عايز بقى واحد زي الاستاذ ايمن كده متواجد. محمد استاذ ايمن ده هينزل ايه يا استاذ هشام في ايه، الناس متضايقه وخدوا قرارات وهيبلغوا الوزير وبتاع، فتلاقي الدنيا بتتهندل من غير ما نشغلك. اعملوا الكلام ده ما تقوليش متواجد. لا طب رايح حضرتك، لا ما تقوليش متواجد، مش هقول لك مش متواجد، في مشكلة ما لا ذكرها مش هنفتح في اي كلام، حصلت خميس وجمعة جولي مدرسين، انا مش عايز حاجة قعدت عرضتها محلولة لسمير بيه، انا مش عايز ده، انا عايز واتس، انا موجود تليفوناتنا، لا مش عايز تليفوناتك، عايز جروب على الواتساب لكل مدرسة. حاضر. وكل مدرسة يتبع كده ورقة فيها كبيرة رقم الواتساب لشكاوي اولياء الامور والطلاب على الرقم ده، اعتبر حضرتك ده امر وتنفذ من النهاردة. بشكرك جدا. حاجة صغيرة كده من معالي المحافظ، بس معالي المحافظ الاهتمام بمدينة الخصوص. عناية. حاضر. عناية. الاهتمام بمدينة الخصوص. انا من تعليم وصحة وبيئة. اهتمام ايه وانا جايب حلقة كاملة مخصصها لأهلنا في الخصوص. لا. الاهتمام من معالي الوزير محافظ القلوبية بمدينة الخصوص من تعليم وصحة وبيئة وكل حاجة. بشكرك جدا جدا استاذ ايمن، بشكرك جدا استاذ سمير، انتظروني ان شاء الله يوم الاحد الجاي قبل ساعتين وحبه كده على الهواء مباشره هنتكلم في تفاصيل كتير. وخليني اقول لحضراتكم يوم الاثنين حضروا اسئلتكم بخصوص التموين، هيبقى معانا الاستاذ هشام كامل وكيل وزاره التموين، هيجاوب بقى على اسئله اطلع بطاقتي ازاي، اطلع ازاي اشيل حد اضيف حد، ازاي اخد الخبز بتاعي، انا من محافظه وراح لمحافظه ايه الاجراءات، انا متجوز جديد وعايز اعمل بطاقه تموينيه، تفاصيل كتير جدا جدا هنعرفها ان شاء الله في الحلقه دي. انا اسف ان اتاخرت عليكم النهارده واسف ان سهرتكم، اتمنى لكم ليله سعيده تصبحوا على الف خير.